بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثاني والخمسون. الدرس خبر ومبتدأه محذوف. التقدير: هذا الدرس الثاني والخمسون. الثاني نعت، وحرف عطف الخمسون معطوف على الدرس. أو تقول: الدرس مبتدأ وخبره محذوف. التقدير: الدرس الثاني والخمسون هذا. قال المعلم لتلامذته: أيكم يا أولادي يعرف أن يكتب اسمه واسم أبيه؟ قال: فعل المعلم فاعل لي. حرف الجر تلامذتي اسم مجرور، والجار والمجرور متعلق بالفعل. قال: تلامذتي مضاف، هي مضاف إليه. أي مبتدأ مضاف، كم مضاف إليه. يا حرف نداء أولادي منادى مضاف، وياء المتكلم مضاف إليه. يعرف فعل مضارع خبر مبتدأ، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، وهو عائد على المبتدأ أن حرف نصب ومصدر، أي تنصب الفعل المضارع ويؤول ما بعدها بمصدر. أيكم يا أولادي يعرف أن يكتب اسمه واسم أبيه؟ أي أيكم يا أولادي يعرف الكتابة منكم اسمه واسم أبيه؟ يكتب فعل مضارع منصوب بأن، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، والمصدر المؤول من أن، والفعل في محل نصب مفعول به ليعرف. اسم مفعول به ليكتب مضاف، والهاء ضمير متصل مضاف إليه، وحرف عطف اسم معطوف على اسمه مضاف، أبيه مضاف إليه، أبي مضاف، والهاء ضمير متصل مضاف إليه. قال شاكر: أنا أعرف يا سيدي. قال فعل شاكر فاعل، أنا ضمير منفصل مبتدأ. أعرف فعل مضارع خبر، وفاعله ضمير مستتر تقديره أنا، وهو عائد على المبتدأ يا حرف نداء سيدي منادى، سيدي مضاف، وياء المتكلم مضاف إليه. وجملة أنا أعرف يا سيدي في محل النصب مقول القول. فقال المعلم: إذن أخرج إلى السبورة واكتب اسمك واسم أبيك. فحرف عطف قال فعل المعلم فاعل، إذن حرف جواب. أخرج فعل وفاعل، إلى السبورة جار ومجرور متعلق بالفعل أخرج، وحرف عطف أكتب فعل وفاعل اسم مفعول به مضاف، والكاف ضمير متصل مضاف إليه، وحرف عطف اسم معطوف على اسمك، واسم مضاف، أبي مضاف إليه، أبي مضاف، ك مضاف إليه. فخرج شاكر إلى السبورة ومسحها بالطلاسة، ثم أخذ الطباشير وكتب شاكر بن عارف. فحرف عطف خرج فعل شاكر فاعل، إلى السبورة جار ومجرور متعلق بالفعل خرج، وحرف عطف مسح فعل وفاعل ها مفعول به بالطلاسة جار ومجرور متعلق بالفعل مسح، ثم حرف عطف أخذ فعل وفاعل الطباشر مفعول به، وحرف عطف كتب فعل وفاعل. وجملة شاكر بن عارف حكاية، وهي إيراد اللفظ المسموع أو الجملة المكتوبة من غير تغيير فيهما، وهي في محل النصب مفعول به لكتب. شاكر خبر ومبتدأه محذوف. التقدير: اسمي شاكر بن عارف، ابن عطف بيان مضاف، عارف مضاف إليه. قال زهرة لبناتها: أي الحيوانات أحب إلينا، البقرة أم النعجة أم الفرس أم الكلب؟ قالت فعل زهرة فاعل، لبنات جار ومجرور متعلق بالفعل قالت، بنات مضاف، ها مضاف إليه، أي مبتدأ مضاف، الحيوانات مضاف إليه. أحب خبر المبتدأ، إلينا جار ومجرور متعلق بأحب. البقرة بدل من أي. أم حرف عطف النعجة معطوف على البقرة؟ أم حرف عطف الفرس معطوف على النعجة؟ أم حرف عطف الكلب معطوف على الفرس؟ قالت فاطمة: البقرة أحب إلينا يا أمي، لأنها تعطينا لبنا ورائبا وسمنا.
قالت فعل فاطمة فاعل البقرة مبتدا أحب خبر إلينا جار ومجرور متعلق بأحب يا حرف نداء أمي منادى مضاف وياء المتكلم مضاف إليه لي حرف جر أن حرف مشبه بالفعل وهي حرف تدخل على المبتدا والخبر فتنصب الأول ويسمى اسمها وترفع الثانية ويسمى خبرها نحو إن عليا مسافر لأن لي حرف جر أن حرف مشبه بالفعل مجرور والجار والمجرور متعلق بأحب والهاء ضمير متصل اسم أن تعطي فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر تقديره هي والجملة الفعلية في محل رفع خبر أن ن مفعول به أول لبنا مفعول به ثان وحرف عطف رائبا معطوف على لبنا وحرف عطف سمنا معطوف على رائبا وقالت عائشة النعجة أحب لأنها تعطي صوفا ولحما وحرف عطف قالت فعل عائشة فاعل النعجة مبتدأ أحب خبر لي حرف جد أن حرف مشبه بالفعل مجرور والجار والمجرور متعلق بأحب والهاء ضمير متصل اسم أن تعطي فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر تقديره هي والجملة الفعلية في محل رفع خبر أن صوفا مفعول به وحرف عطف لحما معطوف على صوفا وقالت فريدة الفرس أحب الحيوانات لأنه يحرس لنا الأرض ويجر المراكب وحرف عطف قالت فعل فريدة فاعل الفرس مبتدأ أحب خبر مضاف الحيوانات مضاف إليه لحرف جد أن حرف مشبه بالفعل مجرور والجار والمجرور متعلق بأحب والهاء ضمير متصل اسم أن يحرس فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر تقديره هو والجملة الفعلية في محل رفع خبر أن لنا جار ومجرور متعلق بيحرس الأرض مفعول به ليحرس وحرف عطف يجر فعل وفاعل المراكب مفعول به ليجر وقالت كريمة الكلب أحب الجميع لأنه يحرس لنا البيت وحرف عطف قالت فعل كريمة فاعل الكلب مبتدأ أحب خبر مضاف الجميع مضاف إليه لحرف جر أن حرف مشبه بالفعل مجرور والجار والمجرور متعلق بأحب والهاء ضمير متصل اسم أن يحرس فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر تقديره هو والجملة الفعلية في محل رفع خبر أن لنا جار ومجرور متعلق بيحرس البيت مفعول به ليحرس مر كلب على جسر وفي فمه قطعة لحم مر فعل كلب فاعل على جسر جار ومجرور متعلق بمر وواو الخالية مبني على الفتح لا محل له من الإعراب في فمه جار ومجرور متعلق في كائن تقديرا وشبه الجملة من الجار والمجرور في محل رفع خبر مقدم فم مضاف والهاء الضمير متصل مضاف إليه قطعة مبتدأ مؤخر مضاف لحم مضاف إليه والجملة من الخبر المقدم والمبتدأ المؤخر في محل نصب حال فرأى زله في الماء فظن أنه كلب آخر في فمه قطعة لحم فحرف عطف رأى فعل وفاعل زل مفعول به مضاف هو مضاف إليه في الماء جار ومجرور متعلق بالفعل رأى فحرف عطف ظن فعل ماض من أفعال القلوب تنسب مفعولين أن حرف مشبه بالفعل هو اسم أن كلب خبر أن والمستر المؤول من أن واسمها وخبرها سد مسد المفعولي ظن كلب منعوت آخر نعت أول في فم جار ومجرور متعلق في كائن تقديرا وشبه الجملة في محل رفع خبر مقدم فم مضاف هي مضاف إليه قطعة مبتدأ مؤخر مضاف لحم مضاف إليه والجملة من الخبر المقدم والمبتدأ المؤخر في محل رفع
نعت ثان فأراد أن يختطفها منه ورمى نفسه في الماء. فحرف عطف أراد فعل وفاعل، أن حرف نصب، يختطف فعل مضارع منصوب بأن، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، والمصدر المؤول من أن والفعل في محل نصب مفعول به لأراد. ها ضمير متصل مفعول به لي يختطف، منه جار ومجرور متعلق بالفعل يختطف، وحرف عطف رمى فعل وفاعل نفس مفعول به مضاف، والهاء ضمير متصل مضاف إليه، في الماء جار ومجرور متعلق بالفعل رمى. فسقطت قطعة اللحم من فمه ولم يجد شيئا بدلها. فحرف عطف سقطت فعل قطعة فاعل مضاف اللحم مضاف إليه، من فم جار ومجرور متعلق بالفعل سقطت، فم مضاف والهاء مضاف إليه. وحرف عطف لم حرف جزم، يجد فعل مضارع مجزوم بلم، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، شيئا مفعول به بدل ظرف مكان مضاف والهاء مضاف إليه، وشبه الجملة متعلق بالفعل يجد. والله أعلم بالصواب. تم الكتاب الأول بعون الله، وأعلم أن هذا ليس مني بل أستاذي. شعر: تم الكتاب الأول بعون الله الكريم، وأرجو من الله الثواب بلا انقطاع، وشئت رضا الله بعمل قليل، وليجعل الله بي من عبده المغفورين.